راح نتابع محطاتنا ومايا صارت موجودة معنا بالاستوديو وحلقة جديدة من ولادي بالدنيا. موضوع كتير مهم ومن الأمور اللي عم يتم المطالبة فيها ومن حقوق كل مراهقة أنه تقدر تحصل على عمر مناسب للزواج. هذا الشيء فعلا كتير كتير مهم، وهذا الشيء اليوم رح تطرحه مايا وتحكي عنه بالتفصيل بحلقة ولادي بالدنيا. ميوش صباح الخير. صباح النور غيدا، كيفك بهالبردات؟ تمام تمام. اليوم رح تحكي فعلا عن موضوع كتير مهم، لأنه للأسف مثل ما في كتير من القوانين إذا فينا نقول أو المطالبات اللي عم بتصير كتير، يعني بالنسبة لحقوق المرأة وبالنسبة لحقوق المراهقة بالنسبة للسن المناسب للزواج، للأسف بعدنا ما عم نقدر نوصل لحلول نهائية ولا حلول مناسبة أبدا. بقى هون اليوم إذا بدنا نحكي عن التأثيرات النفسية للمراهقة بموضوع الزواج، قديش فعلا هي تأثيرات سلبية؟ بالضبط، يعني حديث اليوم أنا أكيد موجه للأهل بشكل خاص، موجه للمراهقات بما أنه اليوم نستفيد من الوضع أنه هن ثلاث أرباع تلاميذ بالبيت في كثير مدارس مفرسة، لحتى يكون في حملة توعية إذا بقدر أقول عن هذا الموضوع، لأنه منه موضوع سهل أبداً. أبدا مراهقة بتتزوج بشكل بعمر مبكر، بتشوف حياتها كلها قدامها عم تتغير وعم بتروح وعم تفقد كتير أشياء كان فيها حقوق لها كان فيها تمارسها إذا ما تزوجت بهيدا العمر المبكر. هلأ أكيد في عنا حالتين بيختلفوا غيدا، في عنا الحالة يلي بيصير فيها إجبار للمراهقة أنه هي تتزوج بكير، هون أكيد الأهل هن اللي بيكونوا لعبوا الدور السلبي صحيح وأجبروا المراهقة على الزواج بكير. وعندنا الحالة الثانية يلي هي المراهقة هي يلي بتقرر أنه هي تتزوج بكير، وهون باللبناني مثل ما منقول راحت خطيفة. بمعظم الأحيان بيصير هيدا الزواج أن كاشات، يعني بدون ما يعرفوا الأهل، أو للأسف أوقات بتكون هربا من الظروف اللي عم بتعيشها ببيتها كمان 100%. وهيدا الشيء كمان يعني الأسباب تبعيته كمان من وراء الأهل كمان. مزبوط. هلا إذا بدنا نبلش بأول حالة، أكيد هون الأهل وقتها بيجبروا المراهقة على الزواج بعمر مبكر، هيدي الحالة أكتر شيء منشوفها بمجتمعات معينة، يعني منشوفها بمجتمعات بيكون فعلا مستوى المعيشة متدني جدا جدا، العيلة بتعتبر أنه هيدا حل لمشاكلها المادية، خاصة إذا العريس إجا ميسور، العيلة هون عم تعتبر أنه هيدا العريس إجا لح ينقذ العيلة من مشاكلها المادية. أوقات كتير أكيد عدم نضوج الأهل، عدم القدرة على تحمل المسؤولية من قبل الأهل، اعتقادهم نظرتهم للأمور بتقول أنه بيخلصوا منا لهيدي البنت، يعني بمعنى أنه خلاص ما بيعود على كتافهم بنت ثالثة أو بنت رابعة، خاصة إذا كان العيلة فيها كتير بنات وفيها كتير أولاد، بيعتقدوا أنه كمان هيدا سبيل لحتى هن يخلصوا من مشاكلهم. أكيد أكيد الأهل مثل ما قلت هن المسؤولين بالدرجة الأولى عن هيدا الموضوع. هلأ المراهقة قديش فيها تقول لا؟ هون المشكلة، لأنه وقتها بدها تقول لا بدها تلجأ للقانون تتقول صحيح. لا بدها تلجأ للدولة تتقول لا، لأنه رح يجبروها بمعنى أو بآخر. أكيد إذا بدي دايما بينطرح أوقات سؤال أنه بين العمل المبكر للمراهقة وبين الزواج المبكر، يعني إذا هي بتلاقي أنه بدها تحل مشاكلها بأنه تشتغل بشكل مبكر أو تتزوج بشكل مبكر، الخيار فرق شاسع، فرق شاسع. الخيار واضح أنه أكيد العمل المبكر بالنهاية هو إحدى الحلول المطروحة إذا ما في غير هيدا الحل أكيد، وإنما الزواج المبكر لشو عم بيعرضها؟ عم بيعرضها أول شيء وتبتحكي عن زواج مبكر لأنه المشكلة مادية. بمعظم الأحيان رح نحكي عن زواج مبكر مع شخص بيكبرها سناً بشكل كتير ملحوظ أكيد، فإذن أكيد هون الزواج مبلش دجا بشكل غلط على مستوى العمر. بعدين عم نحكي عن العمر كله عم يمرق قدامها، هي ما عم تقدر تمارس فيه حقوقها صحيح. كمراهقة حقوقها كجان كحدا كبنت صبية، من أدنى الحقوق لأكثر الحقوق عمقاً، يعني حقوقها بأنه هي تشوف الحياة تنبسط تظهر تلعب بعد بعمر 13 و14 سنة، بعد في لعب بهيدا العمر بين 12 و14-15 سنة أكيد، بأنه هي تعيش علاقة جنسية متزنة وسوية مثل ما لازم أنه هي تعيش العلاقة الجنسية، وبأنه هي تحب بكل بساطة صحيح. يعني حقوقها بأنه هي تحب وتنحب،
هون رح تكون كل هيدي الحقوق مهدوره، لانه هي بطبيعه الحال عندها بحث عن شخص من عمرها او الديكالاج ما يكون بالعمر كبير لحتى تحبه، وهي بتكون واعيه وهالشخص اللي عم يرتبط فيها اثنيناتهم واعيين انه هيدا الزواج مش قايم على حب اكيد. صحيح. فاذا بدها تنتهي القصه او بخيانه او بهرب او بطلاق بيتم وقتها هي تكون صارت فعلا قويه وقادره انه هي تطالب بالطلاق وقادره انه هي تعيش لوحدها. فاذا الطلاق اذا بده يتم بده يتم من بعد سنوات عديده بتكون هي روحت عمرها على هيدا الزواج. ضيفه لهيدا الموضوع نظرتها لاهلها يلي هن الاهل اللي مفروض يكونوا هالحضن اللي فيه امان. صحيح. اللي لازم هذا اللي انا بدي الجأ له، بده يحميني اذا انا وقعت بمشاكل، وانا ما هو ابا عم يستعملني لحتى انا حل له مشاكله الماديه لإله. فاذا ما في بعتبر انا اعذار بهيدا الموضوع. هلا ليكي خلينا نحكي الامور مثل ما هي، في حالات خاصه جدا 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 نحن ما عم نعطيهم اعذار ابدا، بس اوقات بتشوفي حالات كثير خاصه بتشوفي انه ما كان في حل غير هيدا. برجع بقول هيدا منه حل، بس بتشوفي انه في حالات خاصه في عيال كانت رح تصير بالطريق اذا ما لجأوا لهيدا الحل. انا دائما بقول انه نبحث عن حلول ونجرب نلاقي حلول، والحل الاول هو العمل لكل افراد العائله. صحيح. للاب للام للاخوه للمراهقه اذا هن هالقد ماديا حالتهم تعبانه، وبس كل هيدي الحلول نكون جربناها ومارسناها وجربنا نخبط تنوصل مثل ما بيقولوا ونلاقي انه ما قدرنا نوصل لاي حل، يمكن بصير فينا نعطي ربع عذر لزواج مبكر. نعم. بحسب الحاله الخاصه، برجع بقول كل حاله بحالتها تتاخد، وانما اخر الامور اللي مفروض نفكر فيهم، اخر شيء مفروض نفكر فيه هو نلجا لانه نزوج المراهقه بعمر مبكر. أكيد. صحيح. لانه حتى اذا بدك تيجي تاخذي الرجل يلي هو عم يقبل بهيدي الخطوه، عم يقبل يتزوج مراهقه بتصغره 15 سنه على الاقل، 15 سنه هو بعده العمر الطبيعي بالزواج. وقتها بنحكي عن زواج القاصرات بنحكي عن قاصره عمرها 14 سنه تزوجت من رجل عمره 50 سنه. فاذا هون 50 سنه وما فوق اوقات كمان. يعني اليوم يمكن المشاهدين اللي عم يحضرونا بيقول اوف وما فوق، ايه وما فوق، يعني في حالات ايه 65 سنه رجل عم يتزوج قاصره عمرها 14 و15 سنه للاسف. فإذا اذا بتجي بتطلعي بهيدي الحاله اكيد هون هالرجل منه سوي نفسيا. لو كان سوي نفسيا ما كان بيقوم بهالخطوه 100%. اكيد 100%. فاذا حتى هون بالارتباط عم ترتبط برجل عنده اكيد اضطرابات نفسيه، وهيدي الاضطرابات النفسيه عواقبها على مين بدها تجي؟ عليها. بدها تجي عليها لها عواقبها. واكثر اضطرابات نفسيه بنشوفها بهيك حالات هي بتكون اضطرابات جنسيه. يعني رجل بده يمارس هواجسه الجنسيه مع بنت صبيه لانه هو بيعتبر انه هو هيدا حق له حتى اذا صار مسن، ولدرجه انه هو عنده هالنظره انه يعتبرها اله جنسيه بتقوم بكل طلباته حتى لو كانت كثير بشعه هيدي الطلبات. فاذا هون الاضطرابات الجنسيه كمان عم تدفع ثمنها بتكون هيدي البنت مثل. صحيح. وهيدي المشكله الكبيره واللي للاسف كمان يعني عم بتضل في مطالبات دائما بوضع سن مناسب، وكمان بالنسبه لموضوع الزواج المبكر عند المراهقات، وللاسف بعده مثل ما بيقولوا حبر على ورق مثل موضوع مواضيع يعني اخرى متعلقه بالنساء وبالكل الامور. يعني هذا شيء فعلا مؤسف جدا انه ما بقدر احقق شيء منه يعني لهيك اليوم. يعني اذا الاهل وقتها بيطلعوا قلنا 15 سنه غلطنا من 15 و25 سنه، اذا الاهل هن بيطلعوا بزواج في فرق بالعمر 25 سنه 35 سنه، هيدا شو الزواج بالنهاية؟ عرفت كيف؟ يعني انه الاهل هن لو ما كانوا مثقفين بمعنى المثقفين بالمدارس وبالجامعات، ما عندهم ثقافة عاطفية انا بسميها. صحيح. مش تربوية، عاطفية، انه انا اعطف على اولادي وحب اولادي. فاذا هون اكيد هيدا مساج بالدرجة الاولى للاهل. هلا الشق الثاني الموضوع اللي اكثر شيء بهمنا كمان يلي هو وقت المراهقه هي اللي بتاخذ هيدا القرار. صحيح. مثل ما قلت غيدا مثل ما سبق وقلتي انه اذا البيت في مشاكل، يعني اذا المشاكل بالدرجه الاولى موجوده بين الزوج والزوجه بين الام والاب،
فهالمراهقة عم بتقوم على مشاكل وبتنام على مشاكل، صريخ، تهديد بأمها انه بتجي ما بتلاقي الولاد، انه انا اللي معيشك، انا اللي عاملك، انت بلاي ماشي، انت بدك تطلقي، ما انت بتروحي بتشحدي على الطريق اذا طلقتي. هيدي امور بنشوفها للاسف بكثير من العائلة. هون هيدي المراهقة اللي عم تشهد هيدي الامور رح تعتقد انه اول حضن بيجي بيفتح لي، اول رجل بيفتح لي ايديه وبيقول لي انه انا بحبك وبدي اياك، حيكون المهرب دغري. اكيد رح تعتقد انه الحياه احلى مع مين ما كان بس مش بالبيت. فاذا هروبا من هيدي الحاله كمان لاوقات بيكون في تعنيف، ان كان للزوجه او للبنت نفسها 100%. فاذا رح تعتقد انه انا هيدا الحل لمشاكلي، بالوقت يلي هيدا بيكون يمكن بدايه لمشاكل اخرى، هي لانه بتكون ديجا ما تعرفت كفايه على الشخص. ديجا هون عم نحكي عن زواج مبكر، مش بالضروره يكون مع رجل بفوق سنا بشكل كثير بعمر، يعني بفرق كثير شاسع، عم نحكي عن زواج مبكر، حتى مراهقه ترتبط بشكل مبكر مع شاب عمره 18 سنه او 20 سنه. يعني عم تاخذي كوبل اثنيناتهم منهم ناضجين، منهم واعيين، منهم حاضرين انه يصير عندهم طفل، وماديا ما قادرين يتحملوا مسؤولية حياتهم سوا. صحيح. فإذا أكيد المشاكل بدأت تبلش، اللي هي مشاكل مادية، مشاكل بالتفاهم، مشاكل عاطفية. بالدرجة الأولى أنا قلت اليوم بدي وجه حديث لكل مراهقة عم بتفكر بالزواج بعمر مبكر، أنه بقول لها أول شيء أنه هو شو شايف من الحياة الشخص اللي بدك ترتبطي فيه. إذا أنت بدك ترتبطي بشخص عمره 20-25 سنة، أوكي، شو شايف من الحياة؟ يعني أنا عليت 20-25 سنة، في ارتباطات أوقات بيصيروا أصغر. صحيح. هو شو شايف من الحياة؟ شو شايف من النساء؟ شو شايف من السهر؟ شو شايف من الحياة اللي بيعتبر إنه هو مفروض يعيشها؟ فإذا هيدي الحياة أنت بتعتقدي إنه هو قادر ما يعيشها، رح ينط فوقها ورح يقول أنا خلص؟ لا، بده يجي وقت يعيشها، ورح يعيشها على حسابك لإلك. صحيح. رح يعيشها على حسابك لإلك، ورح يعيشها على حساب حقوقك لإلك. فإذا أول شيء في خطر الخيانة، في خطر انه يستهلكها كمان لحتى يقدر يعيش العائله ويعيش الطفل يلي بده يجي. فاذا شو ناطرها من ايام هالقد صعبه هي منا ابدا حاضره لإلها، وشو صاير عليها؟ صحيح. يعني انا بقول لكل مراهقه، قد ما كانوا المشاكل بالبيت كتار، انت سلاحك علمك، عم تدرسي، عم تتعلمي، وهي هيدا هو سلاحك. صحيح. سلاحك تخلصي دراستك، تفوتي على جامعه، تتعلمي، تتوظفي، وساعتها رح تخلصي من هالاجواء العائليه اللي انت عايشتيها. ما بنخلص بالاجواء العائليه بالزواج، لانه الزواج هو بهيدا العمر المبكر هو استعباد. هو استعباد، لانه الشخص القاصر هو شخص ما عنده حريه القرار. صحيح. ما بيعرف يقرر، ما بيعرف انه باي سيتواسيون معينه، ما بيعرف يشوف الامور، وما بتعرف مش مسموح له يقرر حتى 100%. فاذا عم نجيب حدا يقرر عنا، يقرر عنا ويرغم على ممارسة هيدا القرار. صحيح. في الإرغام بالموضوع. فإذا بتمنى الرسالة تكون وصلت بشكل كافي غيدة. الحل مش بالزواج، الحل بأمور تانية عديدة متوفرة غير الزواج. صحيح. أكيد. وهيدا الشيء كتير كتير أساسي، وأكيد إن شاء الله يا رب يقدر يتحقق ويتفتح أذهان، تتفتح أذهان كل هالأهالي وكل هالمراهقات أيضا، وحتى كل المسؤولين لحتى يقدروا فعلا يسنوا قانون ويحاسبوا فيه كل هالأشخاص اللي ممكن يكونوا عم بيعرضوا أولادهم لسن غير مناسب للزواج. نحن بنشوفك بعد شوي. أكيد. مايا بأسئلة المشاهدين، مع أكيد أسئلتكم المباشرة على الهواء وعلى الواتساب، خليكن معنا.